الصحابي الجليل مصعب بن عمير العبدري القرشي، وهو كان من أنعم شباب مكة وأترفهم، وكان عنده أبوين أغنياء قروش راقدة، وهو منعم. حتى ذكر بعض الصحابة قالوا لما اشتد علينا الأمر بعد الهجرة كان مصعب رضي الله تعالى عنه يتقطع جلده من شدة الحياة. شوف الدنيا دي انضغط فيها لحد ما جلده ده قالوا كان ينسلخ منه كما تنسلخ الحية. بالله شوف الشغلة دي كيف، لأنه كان منعما والحياة بقت صعبة عليه. فجاء في صحيح البخاري عن خباب رضي الله تعالى عنه أنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله. والقصة دي نقل خباب، ونقل أيضا عبد الرحمن ابن عوف لما جاءوا له قدامه أكل سمح ونعيم. وعبد الرحمن بن عوف من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم في آخر حياتهم، كثر عنده المال وكذا، فأول ما جابوا له الأكل قدامه والنعيم بقى يبكي. قال والله قال لقد قتل مصعب ابن عمير وقبله حمزة ولم نجد ما يكفن به، كفن ما لقيناه، قال إلا قطعة واحدة دل حمزة. قال وأما مصعب دفت مكة المنعم، حتى قالوا لما كان مصعب رضي الله عنه يجي ماشي في طريق مكة أي زول بيعرفه يقول لك مصعب جاي جاي، ده من العطر بتاعه بس. شوف النعيم ده كيف. بعد ذاك أمه منعت منه أي شيء، وبقى في حياة قاسية جدا. قال فدفن، قال فلما قتل قال فما وجدنا ما يكفن به إلا نمرة، نمرة يعني قطعة من القماش تاع الصوف. قال إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه. تخيل يا أخواننا زول يكون عايش الدنيا دي نعيم كامل، نعيم الدنيا ما يطلع منا إلا بقطعة قماش ما تستر جسمه كله. فده يا أخواننا يصحينا نحن شوية، يصحينا نحن شوية. مرات انت الدين والدنيا دي اللي بيمشن معاك سوا، ومرات الاثنين ما بيمشن سوا. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا. قال فأضر بالفاني للباقي. مرات انت بتحتاج تضر الدنيا دي. الأيام دي من الأشياء اللي حاصلة والأمور وقعت بالبلاد، نسأل ربنا سبحانه وتعالى يرفع عن بلادنا الشر والسوء والضيق، ويرفع عن الجميع ضيق الحياة. كويس، في ناس بيستغلوا مثل هذه الأوضاع لأكل الحرام. يا أخي انت خليك عندك إيمان، ما تأكل الحرام لسبب زي ده، ما خليك تتعامل معاملات ربوية. شنو ناس يمشي واحد يبيع لك القروش، يا اخي القروش بيبيعوها، بيقول قروش في قروش بيبيعوها، يبيع القروش شيك بمية يبيعوا بتسعين كاش، ليش يعني انت تلقى نفسك ارتغنى يعني.
والنوع الثاني برضو دي الناس عندهم سخافة في عقولهم وفي قلوبهم وضعف إيمان، يمشي يقف في الطرمبة يكب بنزين يوقف هناك يحلبه كويس، يمشي يبيع سوق أسود تاني يقف، يمشي يبيع تاني يقف. دي أول حاجة سذاجة وحماقة واستغلال لظرف الناس وضعف إيمان، وده ما دي ما حاجة يعمل الإنسان يا أخي نزيه في طبعه ما يعمل عملية زي دي. وحتى تلقى دافر عربيته تقول ويعذب الناس الواقفين في الطرمبة كلهم، تلقى دافرين معه والعربية فيها بنزين بدويرة جوا فيه والناس دافرين معه وهو ماشي. يعني زي ده عليك الله أسأله سؤال، قل لي أنت قبل ما البلد تمر بالضايقة دي أنت كنت قاعد تعيش كيف؟ يقول لك أنا كان بشتغل بعربيتي وبعيش. طيب ما هسه تشتغل بها، ما هسه أشتغل بها في شنو يعني؟ كويس. فيبقى يا أخواننا الدنيا دي لو فيها نعيم دائم كان يتنعم بعد لك يا أخي، زي مصعب بن عمير ما يلقى إلا قطعة قماش، قطعة قماش وهو حامل لواء المهاجرين يوم أحد، ما وصحابي جليل وكان من أغنى الأغنياء، يعني كان ممكن يرجع لدين أهله ديلك. أسا في الناس اللي بيتصرفوا التصرفات القبيحة القلنا دي، لو في دين بتاع مشركين فيه قروش باقي لك ما كان رجعوا، تأكد أنه عيد يقول لا بترجع. واحد يقول لك ما أنا مال الفلس وأنا مال البشتنة دي، يمج على دين أمه، أمه مليانة قروش. ولذلك مصعب رضي الله عنه لما لقى واحد أخوه شقيقه كان مشرك يوم بدر، ولقى واحد من الأنصار أسره ماسكه، قام مصعب يتلفت على الأنصاري قال له أشدد على هذا ده أربطه كويس، فإن له أما غنية، أمه قال له عندها قروش أربطه كويس ودي هناك لا تدفع عليك عشان تفكه تفديك. فأخوه اتلفت عليه وقال له أليس أخوك؟ أنا قال له ما أخوك؟ قال له لا بل هذا أخي، أخوي ده ما أخوي أنت. يا ناس نحن بنحتاج نقرأ في بطون الكتب دي ونعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين كيف. الدين عندهم أغلى من أي شيء وأعز من أي شيء. ناس الآن بأبسط الأتمان الواحد يبيع دينه ويبيع أخلاقه بأبسط الأتمان.